اهلا بكم اصدقائي الاعزاء. اليوم رجعنا لكم بشرح بسيط عن لعبة الناين بول. ناين بول اللعبة الان انتشرت بشكل واسع، ومن الاشياء المهمة بهاي اللعبة هي الكسرة. اليوم شرحنا هاي الكسرة وتصفيط الكرات وكيف ابطال العالم يكسرون الطوبات. اول شيء تصفيط الكرات راح يكون بهاي الطريقة: الواحد اول كرة، الخمسة والأربعة وراها، التسعة بالنص، السبعة ثمانية، الثلاثة والأربعة والستة آخر كرة. هاي راح نشرح لكم الكسرة تكون بالضبط. يضرب الصول بهاي المكان. هاي طبعا الطريقة يستخدمها أبطال العالم. أول شيء الصول بهذا المكان. الكسرة راح يكون بهذا المكان بالضبط. ورا ما تضرب بهذا المكان الصول راح يندك يضرب كوشن، انت الصول تسحبه بالكسره، تسحبه على مود يصعد عندك، لان من شروط الكسره الصحيحه عندك تصعد صول. اذا ما صعد صول عندك من السنتر وفوق كسرتك خاطئه. من مميزات هاي الكسره عندك التعيين يجي بها نسبه 90%. تجي يا اما احتمال الكره رقم 7 يا اما 8 يا اما عندك الواحد يجي سنتر. بهاي الطريقه الواحد من تضربها احتمال قوي عندك يجي بس سنتر، واذا ما يجي بس سنتر راح يجي هنا ويجي على التور هنا. ومثل ما قلنا احتمال قوي السبعه او الثمانيه يجين تور لوهين لوهين، والاثنين والثلاثة والستة راح يدقن ويصعدن فوق، والأربعة والخمسة راح يبقين بنص الميز، والتسعة راح تبقى بهذا المكان. فهي هاي الطريقة الصحيحة للكسرة، وراح نشوفكم عدة نماذج للكسرة بنهاية هذا الشرح. نتمنى أن تتابعوها وتطبقون هذا الشرح أنتم بالتمرين مالتكم.